ذا بيست مع تامر عبد الحميد. جاهز؟ جاهز معاك. جاهز. يلا بينا استاذ حسن، توكل على الله. جيب لي بس ناس في خط النص كده حلوين كده ان شاء الله باذن الله. قال لك الاهلي هياخد الدوري. انت هتكرر فيا؟ لا والله بس اللي قلت انا مالي. ما انا بقول لك الاسباب. لعبت كام سنه؟ ما انا بقول لك انا هضحك عليك. لعبت كام سنه؟ بص هو انا هضحك عليك؟ لا لا انا لعبت في الزمالك 8 سنين. انا بكلمك على منظومه ماشيه في اتجاه واحد بس. طيب هو لعبها خلاص. طارق حامد ولا ديانج؟ بس ايه السؤال الصعب ده؟ احنا انت في اولها بنيات. في اولها بنيات. او انا قاعد معايا مين؟ انا قاعد معايا تامر عبد الحميد. بص هقول لك على حاجه، هو ديانج عنده كام سنه؟ صغير، عنده حوالي 22 سنه. 22 سنه. وطارق حامد عنده كام سنه؟ طارق 32. 32. لو طارق حامد لو في سن ديانج طبعا طارق حامد هيفرق ديانج مليون اختيار. مره. ايه؟ اديني اختيار دلوقتي؟ اه دلوقتي ما اعرف. لا لازم اختار عشان عارف. دلوقتي ما اعرف. اديني اسم. طارق حامد ولا ديانج؟ في الفتره دي طارق حامد. طارق حامد، يلا علم على طارق حامد. واخدينها من انياب الاسد. هو انت غمست وانت بتجاوب بس مش إيه؟ كده. اللي بعده. طارق. لا طارق حامد مين؟ عدى الحدود. حمدي فتحي ولا دونجا؟ لا حمدي فتحي. حمدي فتحي. يلا اللي بعده. طيب عمر جابر ولا اكرم توفيق؟ دلوقتي بالمستوى عمر جابر بالماتش اللي فات ده، سوري باكرم توفيق بالماتش اللي فات ده، اكرم توفيق. اكرم توفيق. اه طبعا عمر جابر لعيب كبير. مجلي ولا مهند لاشين؟ لا مجلي. مجلي. مجلي طبعا، اجابه صريحه يعني. يعني انت نفسك يجي؟ يا ريت. يعني انا من سنتين كنت عاوز يجي مكان فرجاني. مش احسن مجلي مش مركز 8؟ ايوه مجلي مركز 6 اللي هو يقطع ويسلم بس وحاجات كده يعني. حمدي النجاز ولا المسلوسي؟ خليك انت في ما بلاش الاثنين، عاوزين واحد نختار واحد تاني. حازم امام. حازم امام ماشي، اجابتك وصلت. اللي بعد. الونش ولا بشير التابع؟ طبعا بشير التابع الصخره طبعا. انت بتتكلم بيشو. لا ده بشير التابع مهم. انا بصراحه معلش يعني سيبك انت من ماتش الستة والكلام اللي بيتقال ده. طب خد دي الاول. اتفضل. ماشي. رمضان ولا بن شرقي؟ الاثنين كويسين جدا بصراحه. اختار يعني واحد يا كابتن. فقره مميته. طيب اختار يعني واحد. الفقره بتاعتك دي هتموت اي حد. اختار لي واحد. لا بن شرقي. بن شرقي. اه بن شرقي. يلا علم. نفسك رمضان الصبح يجي الزمالك؟ اه طبعا هيعمل اضافه كبيره جدا. اه مع المجموعه اللي موجوده. انت شفت دلوقتي زيزو في حاله تانية خالص لما جدد عقده، وبن شرقي ان شاء الله في الطريق. لو هو موجود مع الاثنين دول اه هيعمل شغل كبير جدا. طب يلا اوباما ولا قفشه؟ لا قفشه. قفشه طبعا. باسم مرسي ولا حسام حسن؟ لا على كده حسام حسن. حسام حسن على كده. حسام حسن. ليه بقى؟ ليه؟ آه. لان كان في كلام ان ممكن باسم يجي، وانا كنت مرجح ان باسم يجي نادي الزمالك. فكانوا بيقولوا حسام حسن. اه حسام حسن كويس بس عمره ما هيجي نادي الزمالك. حسام حسن عمره ما هيجي نادي الزمالك. اه بوجود طبعا رئيس النادي عاوز ارقام عاليه جدا. وبيسوق بطريقه بشعه يعني. ماشي. كابرال ولا محسن صالح؟ انا اتعاملت مع الاثنين يعني. طبعا كابتن محسن انا جايبهم لك ليه؟ وكبرار طبعا مع نادي الزمالك. وكان عمل معانا كبرار موسم تاريخي رائع. تمام. طبعا انت هتزعل مني الكابتن مواصل. ماليش دعوه بقى والله. انا بقول لك فكرتك دي مميته. طب قول. مميته. طب قول. لا كبرار. كبرار. طبعا بطولات مع نادي الزمالك. كابتن تامر شرفتنا ونورتنا والله، استمتعت بيك. والله يخليك. انت وديتني في داهيه النهارده. يعني ما لحقتش اخد نفسي والله العظيم. انت وديتني في داهيه النهارده مع بعض ان شاء الله.